كان الجدي يعني قريب عنا الشجاعية، يعني كان قريب كثير من منطقتنا، فيعني كان استنفار ولازم يطلع، يعني ما كانش فيه يعني ترتيب سابق، يعني لازم يطلع كل الشباب يطلعوا بهذا الوقت. فأنا بتناول البلوزة، فهو يعني هيك اطلع فيها يعني انبسط، وصرت يعني أحمل معه أغراض وأحطهم في شنطته، لدرجة إنه يعني في أحد زوجات أصدقاء لعاهد بتحكي لي يعني أنت في زوجة بتلبس زوجها للرباط وبتطلعه على الموت، أنت عارفة وين رايح جوزك، أنت رايح زوجك على الموت يا عالم، إنه يرجع ما يرجعش، يرجع مصاب، يرجع شهيد.